أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله. صباح الخير تأمرني. صباح الخير، شلون راحت علي هيك غفوة وروحت صلاة الصبح بالجامع؟ والله ما بعرف، يمكن لأنه تأخرنا بالسهرة مبارح. لا حول ولا قوة إلا بالله، للحق لكان صلي قبل ما تطلع الشمس. أنا صليت ودعيت لك. تقبل الله منا ومنكم. مين هذا اللي جايينا من الصباح يا فتاح يا عليم؟ يا مختار. لك ايوه ايوه. يا الله هنعم لكيه. الله يسعدني صباحك. اهلين باب نجيب، لك خير؟ شو جايبك قبل الشحاده وبنتك؟ هاي جيت على الميعاد سيدي راسي. انو ميعاد؟ مو حضرتك قلت لي امبارح مر لعندي بكره الصبح مشان تحصل لي حقي؟ لك انو حق؟ حقي من اللحمه سيدي راسي. شباك لا تكون نسيت يا مختار، الله يسترك. لا حول ولا قوه الا بالله. هلا جايين من الصبح مشان اللحمه؟ والله يا مختار خفت اذا تاخرت ما لاقيك، وبيني بينك خفت أبفخري نفق اللحمة. أبفخري فتح دكانته؟ فاتح سيد راسي، فاتح ليك وعم يدبح. بتروح لعنده بتقول له بيسلم عليك المختار وبيقول لك عطيني نص رطل اللحمة هبرة وهو بحاسبك. والقشة والراس سيد راسي؟ والقشة والراس والبطيخ المبسمر. مختار والله خايف إذا رحت لعند أبفخري ما يصدقني. ماشي، روح على الحاصل خد ديبه معك خليه هو يقول له. إيه الله يخلي لنا المختار، كتر خيرك يا سيد راسي. منو هذا ابن عمي؟ هذا ابو نجيب. شو بده ابو نجيب؟ من امبارح لليوم لاحقني على شقفة لحمة. شقفة لحمة؟ ايه نعم شقفة لحمة. وين القهوة؟ على راسي تقبرني. يلا ساوي يلا توضى. لا اله الا الله. دخيلك يا ربي، دخيلك تعافيني اياه، دخيل اسمك. أخذ شمعة لما أمسي ابن السروجي. دخيلك يا رب. بيقول لك المختار عطيلي أبو نجيب نص رطل اللحمة هبرة وقشة وراس ومقادم، وهو بيعطيك حقه. هي بدل حصته تبع دبايح مبارح. لك شو دبايح مبارح وحصته؟ أبو نجيب أخذ حصته كاملة مبارح وزيادة. إيه ما عجبته أخذها للمختار مش هنورجيها. المختار أخذها وعطاها لحرمة فقيرة وقال له روح لعند أبو فخري بيعطيك غيرها. راح هو أبو دعاس لقاك مسكر. هناك يا عمي نية الصياد بمخلايته. إيه اصلح مي سيد راسي، اصلح مي بالعلاقة، خلصني مشيني، اصلح مي مسرع عندي شغل. وليش بدك يا أبو نجيب؟ أخي شو بدك فيني؟ شو خصك فيني؟ شو بدي سوي فيها؟ مثل ما بدي بسوي فيها. شو دخلك انت؟ لك عمي بدي اعرف شو بدك تسوي فيها، يعني اذا بدك تطبخها هلا ولا بدك تسويها اورما؟ شنو اذا بدك اياها اورما بدك تكون مدهنه شوي. هبره بدي اياها هبره على الحل. الله يسترك، لا تقعد تخبز بالفصة، بس يعني معيتك هيك شوية دهنة على البيعة، يعني على البيعة. راجعك يا سيدي، راجعك راجع. وين 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 ابو نجيب؟ يا ابو نجيب تعال لقيت لك صرماية مقلنة على كيف كيفك، ملبوسة لبس حشمة، تعال يسا. اتركوا اتركوا اتركوا، يروح هلا بيعملها على الطريق. روح روح ابو نجيب. شو ابو نجيب يا جماعة شو بو؟ لك راكب مثل المرة البطولة. مسكين حميد طلع معه فجأة، شوفت عينكم. الله عليك يا فخري، الله عليك. ايه يا اخي يا محمد طمني، البنت ان شاء الله منيحة؟ الحمد لله فخري الحمد لله. يعني في تحسن ان شاء الله؟ لا والله يا فخري، لا والله لسات البنت على حالها. ايه الحمد لله. معناتها وصفات ابو صفوان ما مشي حالها. نبي امرك عمي يا صفوان. الله يصبحكم يا انوار النبي. اهلا وسهلا على النبي. شكرا يا كبار. يا ابو صفوان. طب طب لاخوك ابو محمد طب. شرف عمي. شرفك يا سيدي. طب له ابو صلاح. سلمهم يا رب. العرق سوس الصبح ما في منه، بينشط القلب وبينشط الجسم كله. دمعة دمعة. يا اخي ابو محمد شلون البنت اليوم؟ والله يا ابو صفوان لساتها على حالها. يعني ما في تحسن بنوه؟ لا بلا، تحسنت مبارح واكلت وشربت، بس بعد اذان الفجر رجعت تعبت. منيح، معناتها حسب كلامك انه بالليل تحسنت، يعني شوي شوي باذن الله بتطيب. بس ديروا بالكم اوعوا توقفوا للدواء. لا شو نوقف للدواء؟ اعوذ بالله.